السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو محمد مرة أخرى. طبعا الفيديو هذا أنا بخصصه للأخوة الجزائريين الله يحفظهم. حيتكلم اليوم عن راوتر اتصالات الجزائر بي 310 اس شرطة 927، طبعا وحل مشاكل التحديثات ومع طريقة اختيار وتثبيت التردد، وأيضا تغيير رقم الـ IMEI وتغيير رقم السيريال نمبر. طبعا حيتكلم اليوم عن هذا الراوتر. هذا الفيديو طبعا إهداء للأخ يونس من الجزائر، له جزيل الشكر والتقدير. ربي يحفظك يا أخ يونس ويديم الصحة عليك دائم دوم. طبعا المشكلة اللي قابلت كثير من الأخوة الجزائريين اللي هو التحديث الجديد هذا. التحديث الجديد هذا لما 21/816/01/03/1267، طبعا هذا كان قبله دي ام 2، كان هنا مكتوب دي ام 2. طبعا الاصدار اللي قبله دي ام 2 ما عليه حمايه، يقبل انه لما ترسل عليه امر الفاكتوري مود يقبله، لكن التحديث الجديد هذا في الحمايه يرفض اللي هو امر الفاكتوري مود. طبعا لما ترمي عليه او تنفذ عليه الامر هذا يعطيك النتيجه ايرور بدل اوكي. طبعا اذا كان عندك الكود الاوم فالمساله سهله، اذا كنت انت مستخرج كود اوم كود للراوتر نفسه فالمساله حتكون عليك سهله جدا. اما اذا كان ما في ف او ليس لديك الكود اوم ف في طريقه اخرى وهي تحديثه بالتحديث المضاد. طبعا التحديث المضاد للتحديث هذا هو نفس التحديث دي ام 2. طبعا هشرح الحين في الخطوة الأولى اللي هو كيفية اللي هو التخلص من هذا التحديث والرجوع للتحديث اللي قبله طبعا بالتحديث المضاد. طبعا الخطوات هي عبارة عن تقريبا 5 خطوات. الخطوة الأولى اللي هي حل مشكلة التحديث، هذا المستعصي لدى الكثيرين من الأخوة الجزائريين. الخطوة الثانية سهلة جدا، هي ادخال الراوتر بعد كده لما ترجعه ل دي ام 2 تقدر بعد كده تدخل في وضعية الفاكتور مود وبعد كده نحدثه بأحد التحديثين هذه. فالخطوة الثالثة حيكون أحد التحديثين هذه، طبعا هم أفضل تحديثين موجودين إلى الآن. أوكي، وخالي من الحماية، وبرضو بعد كده التحديثين هذه ينفك معهم تشفير الجهاز. اما اذا طلب الاوم كود او شيء او طلب الان سي كي او مفتاح تشفير الشريحة فحنطلعه من الخطوة الرابعة. طبعا ميزة اللي هو التحديث هذا 21/311 يدعم اللغة العربية، في خيار اختيار الانتنة الخارجية لكن ما في ميزة اختيار نمط الشبكة، يعطيك تلقائي فقط. اما ميزة التحديث 21/311 نهاية 55 بخيار اختيار انتنة وميزة اختيار النمط لكن لا يدعم اللغة العربية، يدعم لغة انجليزية ولغة اخرى. ايضا ليس متوفر فيه اللي هو اللغة الفرنسية للاخوة الجزائريين. طبعا الخطوة الرابعة حتكون هي خطوة استخراج كود فك التشفير وكود اوم. اوكي، عشان كل واحد يعرف ايش هو كود فك التشفير حق الجهاز حقه وايش هو كود اوم الخاص بالجهاز حقه. طبعا الخطوة الأخيرة حتكون هي عملية تغيير رقم الـ IMEI والسيريال مع طريقة تثبيت التنقل بين الترددات. فالرجاء من الأخوة الجزائريين مشاهدة الفيديو أكثر من مرة، أوكي، واستيعاب الخطوات وفهمها قبل البدء بالتطبيق. فلنبدأ، بسم الله نبدأ. طبعا في الخطوة الأولى زي ما تشوفون حيتكلم عن اللي هو التحديث المضاد. طبعا هذا دي ام 2 زي ما تشوفون، وهذا التحديث اللي هو المستعصي أو اللي به حماية ويرفض إدخال الراوتر في وضعية الفاكتور مود. طبعا الطريقة سهلة جدا زي ما تشوفون، هذا هو التحديث فرانسيس، سوري خلي انجليش نو بروبلم. بعد كده ندخل سيتنج ادمن،
المهم حروح الإعلانات وروح ال device information عشان نعرف اللي هو طبعا هذا الاي حق الجهاز. وهذا التحديث اللي موجود عندنا اللي موجود بالجهاز. طبعا هتكلم الحين عن طريقة التخلص. طبعا اذا كان عندك الـ OM كود، اوكي، ايش فائدة الـ OM كود؟ انا اعلمك ايش فائدة الـ OM كود. طبعا قبل ما نبدأ بالخطوة الاولى هروح على الخطوة الثانية، فقط افعل التلنت واوريكم ايش فائدة اللي هو الـ OM كود. 192.168.8.1 وفعلت النت. طبعا هذا هو التحديث ETI. طبعا هذه بيانات التحديث اللي عندك موجودة، ممكن انك ترسل الامر هذا. اوكي معلش، احنا حيكون الامر ATSFM مثلا. اوكي ونرجع الخطوة الأولى في المشكلة عشان أنا أحتاج الـ OM كود من هنا. طبعا يعطيني error، لكن لو أنا مثلا وضعت data lock code، هذا الـ data lock code اللي هو الـ OM كود الخاص بالجهاز، تحطه في الأمر هذا يعطيك تصرف كأنك المدير على الجهاز. أرسل الأمر هذا يعطيني أوكي. بعد كده انا ارسل الامر ETSFM يساوي 1، اعطاني اوكي. الحين الجهاز دخل في وضعية الفاكتوري مود. لو انت عندك الـ OM كود تقدر تتخلص من هذه المشكلة بسهولة عن هذه الطريقة. اما ان كان معك ما هو معك الـ ما انت عارف الـ OM كود، فتتبع اللي هو الخطوة الاولى. طبعا انا ما ابي ادخل الراوتر في وضعية الفاكتوري مود، لاني با ارجعه SFM يساوي 0. انا كده رجعته لوضعية النورمال مود. طبعا هقفل التلنت. اوكي اقفل الملف هذا. طبعا العملية سهلة جدا جدا، هنتقل بعد شوي. طبعا نقوم نتأكد ان صفحة الراوتر شغالة معي. اوكي نقوم بتوصيل الجهاز عن طريق الكيبل اللي هو الايثرنت. نختار اللي هو هذا الكيبل ايثرنت. شوف حتى يعطيك الاي بي 192.168.8.100، تضغط ياس بعدين اوبن. نختار اللي هو الدي ام 2 اللي هو التحديث المضاد. طبعا نختار التحديث المضاد. الحين قبل ما نبدأ بالتحديث، اوكي قبل ما تضغط ستارت، شوف يا اخواني جزائريا، انتم عندكم الويندوز قد يكون باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، ما هو موجود في اللغة العرب باللغة العربية. فاذا عندك مثلا الويندوز باللغة العربية باللغة الانجليزية والفرنسية، وجدتك هذه علامة استفهام العربي، علامة استفهام، فما راح يعطيك الستارت. الستارت ما راح توضي، راح تصير زي ستوب. فالحل ايش؟ انك تنسخ الملفات هذه. اوكي تعمل لها نسخ، تضعها على سطح المكتب. اوكي تضعها على سطح المكتب وتقوم بتشغيلها واختيار الملفات من سطح المكتب. تقوم بتشغيل الجهاز البرنامج وتختار الملف من سطح المكتب. هذا بيحل مشكلة اللي هو تعارض اللغة العربية. طبعا لان الملف انا كاتبه باللغة العربية، فممكن انت بتحل المشكلة برضو بشكل اخر انك تغير الكتابة. الحين بنبدأ التصوير عن طريق الجوال. حوقف الحين التسجيل ونقول عن طريق اللي هو تصوير بالجوال. طبعا زي ما تشوفوني يا اخواني الحين الراوتر شغال. اوكي وانا مختار اللي هو النتورك كارد، وحاطة التحديث المضاد اللي هو دي ام 2. حنبدأ وش نسوي؟
نقوم نطفي الراوتر، اوكي، يا اما بالضغط على هذا او طفي من الكهرباء وتشغله، لكن انا بضغط عليه لين يطفي الجهاز. الجهاز طفي، في الاسفل اختفى اللي هو الايثرنت. طبعا اقوم بتشغيل الجهاز مرة اخرى، ومن ثم لما يظهر لانه شبك اقوم اضغط ستارت. زي ما تشوفون هيبدأ العداد يمشي، ويبدأ الراوتر الحين يبدأ يتحدث. هتشوفوا طبعا الراوتر، انا ما عندي راوتر اللي هو الاتصالات الجزائرية، لكن عندي راوتر STC، هو نفس الموديل ونفس الشكل وكل شيء، فقط الشعار يختلف. بدل STC انت تخيله كأنه موجود فيه شعار 4G حق الاتصالات الجزائرية. طبعا الحين الراوتر بدأ يحدث، اوكي، هذه الطريقة الصحيحة للتحديث عن طريق ارسال اللي هو الملف المضاد او التحديث المضاد على الراوتر عن طريق برنامج اللي هو المالتي كاست ابجريد. طبعا انا حوقف، اوكي، عشان اوفر وقت واخلي الفيديو باقصر مدة ممكنة. طبعا زي ما تشوفون الراوتر اللمبة زرقاء، حتطفى تصير اللمبة بعد كده زرقاء وبتطفى وبعد كده بتصير خضراء. حنشوف الحين، طبعا زي ما تشوفون الحين اللمبة طفيت الزرقاء وبترجع تشتغل مرة ثانية اخرى زرقاء. زي ما تشوفون بعد كده بتصير اللمبة الزرقاء خضراء. طبعا عشان اوفر وقت من الفيديو بوقف الفيديو وبكمل لما تصير اللمبة خضراء. طبعا زي ما تشوفون الحين اللمبة طفيت الزرقاء وحتصير اللمبة بعد كده خضراء. خلاص احنا انتهينا لما صارت اللمبة خضراء، خلصنا التحديث بالتحديث المضاد. زي ما تشوفون هذا هو التحديث المضاد للجهاز DM2. طبعا حنسوي ستوب للبرنامج، اوكي، ونطفي الراوتر من الكهرباء او بالضغط على الزر هذا لين يطفى، اوكي، ويعيد التشغيل. خلاص طفي الحين الجهاز، حنواصل بعد كده الخطوة اللي بعدها. عدنا اليكم مرة اخرى يا اخواني بعد تصوير الفيديو للجوال. زي ما شفتوا الراوتر خلاص حدثنا ورجعنا للتحديث DM2. طبعا الحين زي ما تشوفون دخلنا على صفحة الراوتر، هذا هو التحديث شركة اتصالات الجزائر الاول. انا قدرت ارجعه للتحديث اللي قبله بطريقة سهلة وسلسة. هذا هو التحديث DM2 زي ما تشوفون، اوكي. طبعا الان حننتقل للخطوة الثانية. طبعا الخطوة الثانية زي ما تشوفون، الخطوة الثانية هي ادخال الراوتر في وضعية الفاكتوري مود. طبعا الطريقة سهلة جدا، اوكي، نقوم نفعل اللي هو التلنت عن طريق الأداة هذه، نشغل البوتي 192.168.8.1، اوكي، اوبن، نضغط انتر انتر عشان ما نكرر الامر. طبعا ناخذ الامر هذا ETSFM، نحط الامر، الحين يعطيني اوكي. بعد كذا نضع الامر اللي بعده اللي هو ET Reset، هي تقريبا امرين فقط عشان يعيد تشغيل الراوتر. طبعا قبل ما اضغط انتر انا بروح انتقل على طول للخطوة الثالثة، اوكي. عندي تحديثين زي ما شرحت لكم، هي افضل تحديثين موجودة الى الان. طبعا نشغل البرنامج المالتي كاست، نجهزه، اوكي، ونضغط اوبن،
ونختار من الخطوة الثالثة اللي هو التحديث 55. زي ما قلت لكم برضو، لو في تعارض ما بين البرنامج اوكي واللغة العربية جتك هنا علامة استفهام، ما راح يوضع عندك ستارت، راح يصير زي كذا. فالحل انك تنسخ الملفات تحطها على سطح المكتب وتختار وتشغلها وتختارها من سطح المكتب. طبعا انا الحين خلاص جاهز للتحديث، فقط ما علي الا اني اضغط انتر. اوكي طبعا هانقل الحين تصوير بالجوال، الاقيكم بعد شوي او ننتقل للتصوير بالجوال. زي ما تشوفون يا اخواني الحين هذا الراوتر طبعا، والاوامر جاهزة للتنفيذ اوكي، والبرنامج جاهز زي ما تشوفون. هذا البرنامج اللي هو المالتي كاست. طبعا اقوم اشغل اللي هو هنا، اضغط انتر يجيني اوكي، ويشوف الراوتر بيطفى معي، يصير اللمبة، وبعد كده يرجع يتوصل الجهاز. اقوم اضغط هنا ستارت اوكي، راح يبدأ بالتحديث ويصير عندي الراوتر لمبة زرقاء. الحين انا بحدثه للتحديث 21.311 نهايته 55. طبعا هذا افضل تحديث انا حصلته الان، يدعم اللغة الانجليزية طبعا، كل اللي نحتاجه اللي هو اللغة الانجليزية، ويدعم اللي هو خاصية اختيار الانتنة واختيار النمط برضو 2G 3G 4G. طبعا انا زي ما تشوفون انا ممكن اطفي طفي البرنامج، وهذا مالتي كاست ابجريد، شغال يحدث. وزي ما تشوفون الراوتر لمبة زرقاء، وحيصير زي اللي قبله. حنوقف الفيديو ونواصل بعد ما يصير اللمبة خضراء. طبعا الحين اللمبة زي ما تشوفون طفيت الزرقاء، ما زال البرنامج شغال تحديث، وحتطلع مرة ثانية اللمبة زرقاء بالراوتر، حتصير اللمبة زرقاء مرة أخرى اوكي. لو جتك حمراء ما في مشكلة، اعد المحاولة مرة أخرى وبيمشي معك الحال. طبعا حوقف الفيديو ولما تصير اللمبة خضراء بشغله. طبعا زي ما تشوفون الحين اللمبة صارت طفيت الزرقاء، وحتصير لمبة خضراء اوكي. خلاص اللمبة صارت خضراء، انا حقوم اطفي البرنامج، اعمل ستوب اوكي، واقفل البرنامج. بعد كده الراوتر زي ما سويت اول بطفيه، او تفصله من الكهرباء وتشغله عادي ما في مشكلة، كل واحد كاختصار فقط للوقت اوكي. حننتقل الان التصوير على سطح المكتب. خلاص الحين انا حدثت الراوتر واشتغل معي الراوتر، حدثته بالتحديث هذا، انا خلصت خلاص الخطوات الاولى والثانيه والثالثه خلصتها. طبعا هذا هو التحديث اللي موجود في عندك انجليش، ما ادري هل في فرنسي، ما اتوقع انه في فرنسي، في صربي وهولندي الظاهر، وسلوفاكي سلوفاكي وبولندي والواني. المهم طبعا حنبدا الدخول، نعطيك ادمن هنا، ما يعطيك اللي هو الباسورد، يعطيك بس الحين بعد كده يوديك للصفحة هذه، حنخليه هنا ادمن، يقول لك لابد تغيير الباسورد، ادمن 123، بعدين ادمن 123، بعدين اضغط على الزر هذا وطفر اعمل ابلاي. خلاص الحين بيرجع معك للصفحة الاولى، روح سيتنج ادمن 123 عشان يفك معي اللي غيرتها. زي ما تشوفوا انا غيرت الحين الباسورد لادمن 123. عندك هنا اللي هو الديفايس انفورميشن، معلومات الجهاز ومعلومات المنتج، هذا التحديث زي ما تشوفون، هذا الاي ام اي
طبعا عندك اللي هو اختيار الانتنة، تقدر تخلي الانتنة خيار الانتنة خارجي زي ما تشوف. عندك اللي هو خيارات اللي هو الشبكة، ما في كرت لكن يعطيك 2G 3G 4G. اوكي طبعا الحين حننتقل على طول للخطوة الرابعة. طبعا اهم شيء في الخطوة الرابعة اني استخرج اللي هو كود فك التشفير. مثلا انت لو ركبت الشريحة في الجهاز وطلعت لك انه سيم لوك او مقفلة او الجهاز مقفل مثلا، فنستخرج اللي هو الانسي كي كود، وشفتون انتم مدى قوة الاو ام كود في المرحلة في الخطوة الأولى. طبعا حنفعل التلنت. اوكي ما في مشكلة اذا ما فكت معايا، ممكن اضعه، اشوف انا اوضعه الحين في سطح المكتب مثلا، نسخ لصق، اشغله من سطح المكتب عادي ما في مشكلة يشتغل معي. شفت كيف؟ عشان احيانا هنا عشان ما الكتابة طويلة جدا. طبعا اقوم اشغل اللي هو البوتي 192 168 81. ثم نختار تلنت، نعمل اوبن، انتر انتر. طبعا أنا اللي احتاجه هو الامرين هذه، كترال شيفت عشان تصير ال، طبعا انسخ هذا اللي هو الانسي كي، هذا امر الانسي كي كود، اضعه هنا. اوكي هو الامر الثاني اللي بعده، هذه هي. طبعا انا لا بانسخ اللي هو الكوبي اول تو كليب بورد، طفي النافذة عادي ما في مشكلة. طبعا عندك المستند هذا كود جهازي، ممكن تسوي لصق هنا طبعا. ونقوم نستخرج كل على حدة وعلى مهلك، لا تستعجل. اوكي طبعا هذا مثال فقط، انه من 19 من بعد الفاصلة، من 19 لين اول صفرين، وبعدين من اخر صفرين لين 01. اوكي الاخضر فوق في الاخضر والاحمر في الاحمر. فنفتح المذكر عندي هنا، اقوم انسخ من 5A لين BC. النسخ اوكي، واعمل اللصق هنا، والثاني من 34 لين 24. نسخ اوكي، ونلصق هنا. تأكد انهم متطابقين على بعض، لو في زيادة او شيء معناته عندك خطأ. اعمل كالكوليت بيحسب لك اللي هو ال NCK كود اللي هو Network Unlock كود. طبعا انا بقفل البرنامج وبقفل هذا. طبعا هذا خاص تطلع فيه الاوم كود. اوكي طبعا انا بسوي عدم حفظ لانه حيكون فاضي، انت تضع فيه الهاش كودز الخاصة بجهازك. طبعا كل واحد عنده جهاز، الجهاز حقه الخاص فيه له انسي كيو كود خاص فيه ولو اوم كود خاص فيه. طبعا انا قمت استخرجت من اول هذا الاوم كود، او ممكن تخليه هنا اوم كود يساوي، ماذا ما استخرجته هذا هو نسخ لصق. طبعا تضع في الامر هنا هذا الامر ET data lock، حنستفيد من الامر هذا فيما بعد اشرحه ان شاء الله الحين في الخطوة الاخيرة. طبعا هذا اللي انا احتاجه
من الخطوة الرابعة اني استخرج الكودين واحفظهم عندي في الكمبيوتر، اوكي، او اكتبهم على الجهاز، ما في مشكلة، شيل قلم خطاط واكتبهم على الجهاز او في ظهر الجهاز. طبعا انا خلصت الحين الخطوة الرابعة. الخطوة الأخيرة اللي أنا هتكلم عنها الحين اللي هي طريقة تغيير رقم الـ IMEI والسيريال. طبعا في أحد الأخ يونس الله يحفظه كلمني قال لي إنه في شركة الاتصالات، شركة الاتصالات الجزائرية مسوي حماية على الجهاز، إنه الجهاز ما يشتغل إلا في الولاية اللي خرج منها، أوكي، أو الولاية تبع الرجال اللي اشترى، فلو توديه لولاية أخرى أو مدينة أخرى ما يشتغل معك. فأنا ما أدري إذا كان هذه بتحل المشكلة أو لا، اللي هو تغيير رقم الـ IMEI وتغيير السيريال نمبر. طبعا الجهاز حقي هنا موجود فيه رقم الـ IMEI، أنا كاتبه من خلف في أسفل الجهاز، والسيريال نمبر ممكن أنت تعدل فيهم، أوكي، تغير في الأحرف اللي يعجبك، وتغير السيريال نمبر وتغير الاي ام اي. طبعا هذا البرنامج من احد الاخوان الله يحفظه من موقع ستار تايمز، اخذت البرنامج هذا، جزاه الله الف خير على تصميم البرنامج. طبعا نسخ الاي ام اي نضعه هنا، لصق والسيريال نمبر نسخ لصق، بعدين الجنريت كود او جيت كود، انسخ هذه كلها، اوكي، واحطها في المجلد زي ما لصقتها هنا، زي ما تشوفون موجودة في المجلد. طبعا انا احتاجها هذه، اوكي، عشان ارسل الامر التالي. طبعا انا هفعل التلنت، افعل التلنت، اوكي، هو مفعل من اول لكن ما في مشكلة لو عدنا مرة اخرى عشان نوضح للاخوة المشاهدين. 1 6 8 8 1 تلنت، اضغط اوبن، انتر انتر. طبعا لما ترسل رقم الـ IMEI طبعا ناخذ الاول هذا، هو افضل شيء IMEI، الامر هذا نضع الامر، نضغط انتر، يجيني اوكي. لكن لما اضع اللي هو السيريال نمبر ما ابي اضع هذا، اضع الاخير، الاول والاخير، اضع اضع الامر هذا، اضغط انتر، يعطيني ايرور. ايوه الحين اعطاني ايرور على السيريال نمبر، طبعا ما راح يشتغل معي السيريال نمبر لين ترجع هنا في الخطوه الرابعه، اوكي، تجيب الداتا لوك كود اللي انت طلعته اللي هو الاو ام كود. نقوم ننسخ الاو ام كود اللي احنا طلعناه، اوكي، نضغط هنا بالزر الايمن للفاره، اضغط انتر، يعطيني اوكي. خلاص انا لي تصريح بالعمل في الجهاز باللي يبقى. الحين انسخ الاخير اللي هو سيريال نمبر. لو انت تبي تغير السيريال نمبر ممكن تغير في الحروف والارقام هذه، ما ادري يا اخ يونس اذا كان هذه الطريقة بتنفع او لا، تخلي الجهاز يعني يشتغل في ولاية اخرى وغير الولاية اللي هو خارج منها يعني. او طبعا الحين انا غيرت تغيرت السيريال نمبر، الحين السيريال نمبر حق الجهاز متغير ETI، اوكي. كذا انا خلصت من هذه، ان شاء الله تكون هذه حل للمشكلة اللي يعانوا منها الاخوة الجزائريين. اذا ما حلت المشكلة معناته المسألة مربوطة بالسيستم، يعني ما هي مربوطة بالراوتر، يعني لو هي مربوطة بالراوتر كانت انحلت بها المشكلة، لكن لو ما انحلت بها المشكلة معناته الشريحة مربوطة بالسيستم حق الابراج. طبعا طريقة اختيار تثبيت التردد انا شارحها في الفيديوهات السابقة، طبعا عندك اللي هو
التول بوكس. طبعا هنا الباسورد نغيره ادمن 1 2 3، نسوي كونكت. شوف كونكتد على طول. طبعا هنا نخليه LTE مثلا only، وهنا نخليه طبعا الراوتر B310 927 يشغل ترددين فقط 1800 و2300، ونعمل ابلاي. او انك ممكن زي ما شرحت في الفيديوهات السابقة، نروح على النت مود، انسخ الامر هذا او الكود كترال سي كترال بي. اوكي، نخلي هذا هنا 3G رقم 3. زي ما تشوف هنا التعليمات يقول لك 00 اوتوماتيك، 01 2G فقط، 02 3G فقط، 03 4G فقط. طبعا يبقى هنا ال LTE band، انا اخليه مثلا 1800 حيكون band 4 او رقم band 3 بس الرقم 4. اوكي، سوي تطبيق يعطيني، المفروض يعطيني اوكي، بس اتوقع انه اعطاني ايرور لانه ما في شريحة. طبعا دايركت اي بي اي نو بروبلم، ما في مشكلة. نختار بعد كذا تي دي دي 2300 كترال سي كترال في دايركت اي بي اي، حيجيك اوكي. طبعا هنا يجيك اوكي اوكي اذا كان عندك، اذا كان مركب شريحة. اذا كان ما عندك شريحة اتوقع انه بيعطيك ايرور لانه فشل الاتصال. المهم انا خلصت هذه الخطوة الاولى في تثبيت التردد، لان عندك انت ترددين في الراوتر 2300 تي دي دي و 1800 اف دي دي. طبعا هذه الطريقة الاولى، وهذه الطريقة الثانية عن طريق ارسال الاوامر الترنت. طبعا تفك الترنت وترسل الاوامر هذه، امر تثبيت ترسل الامر هذه يعطيك اوكي. راح نشوف الحين. طبعا انا مفعل الترنت اول 192.168.8.1. اوكي، انتر انتر. هنرسل الامر هذا تثبيت 1800، اعطيك اوكي، او تثبيت 1000 2300، وزي ما تشوفوا يعطيني اوكي. طبعا هذه هي الاوامر، هذا كل شيء زي ما شرحت واضح كل شيء. خلصنا الخطوة الاخيرة، هذا كل شيء للاخوة الجزائريين. ارجو ان يكون الفيديو نال اعجابكم واستحسانكم. معكم اخوكم ابو محمد، اهداء وشكر وتقدير للاخ يونس من الجزائر. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك، وشكرا جزيلا لكم. في حفظ الله ورعايته، وعليكم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.